سلام، صراحه اولا باط ماشي واش يا عم صعيب بزاف اللي غادي يطلب منك الخدمه بزاف وغادي يطلب منك ترهق راسك وتسهر بالليل وتعدي شي حاجه فوق الطاقه ديالك. صراحه باش تجيب نقطه مزيانه في اولى باك خصك فقط تكون كتساير القسم ديالك، كتخدم داكشي ما كتخليهش يتراكم عليك، كتحفظ الدروس ديالك وغدوز العام بخير وتجيب نقطه ديالك عاليه، حيت راه حتى حاجه ما صعيبه ما دار لك داك المقرر اولا دوك الدروس انك تقراهم الا وانك كابابل باش تجيب فيهم النقاط وتستوعبهم مزيان. فقط غادي يخصك انك تنظم الوقت، حيت في اولى باك الا ما لعبتيش على الوقت فراه غادي تضيع بزاف. اذا خصك وقتك تنظمو وتعرف فوقاش دير الوقت ديال المواد العلميه فوقاش دير الوقت ديال المواد الادبيه. هادشي بالاضافه ليوم السبت والاحد اللي راه كنز بالنسبه للتلاميذ ديال اولى باك وبالنسبه للتلاميذ كاملين. يوم السبت والاحد خصك تعرف مزيان كيفاش تنظمهم باش تبدا، فوقاش تفيق وفوقاش تستراح، معايش تنعس، معايش تاكل، هادشي كامل خصو يكون منظم وخصوصا يوم السبت والاحد. راح احسن طريقه تقدروا تخدموا بها في هاد السبت والحد وفي ايام العطله وخدمت بها حتى في ايام ديال البريباراسيون الجهوي هي ديال انكم تقراو 25 دقيقه ومن بعد ترتاحوا 5 دقائق، اولا تقراو 45 دقيقه وتستراحوا 10 دقائق اولا ربع ساعه. هذه هي افضل طريقه باش تخدموا، حيت العقل ديالنا ما كيقدرش يبقى كيحفظ اولا كيدخل شي حاجه ليه اكثر من ساعه ساعتين، مستحيل تخدموا شي حاجه وما غادي تستوعبوا والو، غتبقاو غير كتخدموا في الاخر غتلقاو راسكم ما خدمتوا حتى حاجه. فلذلك هذيك القضيه ديال 25 دقيقه اولا حتى ال 45 دقيقه وموراها كتستراح، طبعا غتمشي تستراح في شي حاجه اللي ما غاديش تدي لك الوقت. الا كنتي انت عارف بان السوشيال ميديا، التليفون، التلفازه، مسلسلات هادو كيبغيو الوقت فما تقربش جهتهم، فديك 10 دقائق سير كول ارتاح، مهم هو انك دير شي حاجه اللي ما غاديش تدي لك فوق 10 دقائق اولا 5 دقائق اولا ربع ساعه على حساب داك البريك انت شحال درتي فيه. مهم هو انه بهالطريقه هذه كتساعدك انك تدخل حاجات اكثر ما كنتي غادي تدخلهم في ديك الساعه ديال الخدمه اللي كنتي غتبقى تخدم، غتمشي ترتاح نص ساعه وغتعاود عاوتاني تجي تخدم. حاولوا تبعدوا على ديك الليالي البيضاء، يعني انكم تخليوا الليل كامل ديال القرايه والصباح ديال الحفاظه، فراه بصح ما تستوعبوا والو، غتبقاو غير كتخدموا وغتضيعوا راسكم وغترهقوا العقل ديالكم وبزاف د الحاجات. اذا خليو الليل النعاس والراحه، هذيك هو الوقت باش كترتاح وكيرتاح الجسم ديالك كيرتاح العقل ديالك، وخليو الصباح للقرايه، راه الصباح طويل وراه ما تحفظ فيه وما تبريباري فيه، فراه عقلنا مبرمج انه يخدم في الصباح ويستراح في الليل، فانت ملي كتقلب ليه داكشي راه مستحيل يخدم لك بطريقه سليمه وتدخل ليه داكشي اللي انت باغي تستوعبه وباغي تفهمه. صراحه هذه الطريقه اللي كنت كنخدم بها في الويكاند وصراحه كانت كتنفع بزاف، ويكاند عطله ديك الشهر اللي كتبقى الاخرانيه ديال البريباراسيون الجهوي. ابار هاد الطريقه ديال الخدمه هذه فكنت كنحاول مره كنمشي عليا الدروس، يعني صراحه ما نقول لكمش ان اي درس درتو كنت كنجي وكان بريباري، ولكن ديما كنخلي ليس بالدروس اللي خصني نعاود نراجعهم، الدروس اللي شرح لك الاستاذ في القسم وانت ما استوعبتيهمش، الدروس اللي بحال كتحس بلي الاستاذ كيزرب عليك فيهم، فالله يديهم شي اساتذه، كاينين شي اساتذه اللي ما كيخدموش اصلا، يعني داكشي اللي ما كيخدمش معك الاستاذ في القسم عرف راسك انك راه خصك تجي وتخدمه في الدار. طبعا كل واحد وطريقه الخدمه ديالو، كل واحد وكيفاش كيبغي يخدم الدرس، كاين اللي كيمشي ليوتيوب، كاين اللي كيمشي الكتوبه، كاين اللي كيمشي سيت جوجل، كاين اللي كيدير السوايع، فالطريقه الخدمه كتبقى الطريقه ديالك انت، انت اللي كتعرف الطريقه اللي كترتاح فيها، انت اللي كتعرف الطريقه اللي تقدر تعطي فيها اكثر، ما يقدرش شي واحد يقول لك هاك الطريقه وانت خدم بها، يعني غتجرب انت الطرق وفي الاخر غادي تلقى الطريقه اللي ارتاحيتي فيها اكثر. حاجه واحده اخرى هو انكم ما تبقاوش تسمعوا دوك التلاميذ كيقولوا لكم الجهابي صعيب، البروميير اني باك صعيبه وكتهرسوك ما كتقدرش تخدم في الباك. صراحه لا، بروميير اني باك بالعكس واحد العام بسيط بزاف، صراحه كيتختلف من شعبه لشعبه، يعني الا كنتي داير سيونس مات طبعا راه تكون عندك نيفو طالع، كنتي داير ايكونومي راه متوسط، كنتي داير سيونس اكس راه كتمشي مرتاح وكتدوز العام كامل بلا صعوبات بلا والو. حتى بالنسبه للجهاوي واللي هو جهاوي واحد على كل شيء، يعني سواء كنتي ايكونومي سواء كنتي سيونس اكس سواء كنتي سيونس مات، فراه الجهاوي بسيط بزاف ما كيحتاجش منكم كاع ديك كثرة الخدمه حتى هو، وتبقاو تفكروا لي من الاول العام. انا شخصيا ما فكرت فيه حتى الشهر الاخر، عاد باش بديت كنبريباري شي حاجه سميتها الجهاوي وخدمت وجبت النقطه فيه. اذا راه ما كيستاهلش منكم ديك كثرة الخدمه وانكم ترهقوا راسكم.
صراحه ما غاديش نقول لكم خليو الجهاوي حتى الشهر الاخر عاده باش تبداو تبريباريو ليه. كل ما بديتو قبل كل ما كتخليو الجسد ديالكم يرتاح كثر، كل ما كتريحو عقلكم كثر، وكل ما كتستوعبو كثر كتدخلوا ليه حاجات كثر. ولكن كاين واحد مشكل اخر هو انه في الاخر السنه راه كتقراو دروس مهمين في المواد الاخرى، يعني ما كتبقاوش عارفين راسكم واش تخليو داك الوقت لدوك المواد الاخرى واش تخليوه للجهاوي. اذا صراحه من بعد التجربه ديالي احسن طريقه باش تخدم بقميه غاني باك وتجيب فيها النقطه طالعه هي انك اي درس قريتيه يعني من الاول د العام تبدا غير تلخصه، ما تحفظوش وما تحاولش تحفظو اصلا. طبعا راه كنحاولوا نحفظوا الامتحانات، ولكن ديروا في بالكم انه الحفظ الامتحانات ماشي هو الحفظ الجهاوي. يعني الطريقه باش تحفظ الامتحانات راه مغايره تماما للطريقه اللي تحفظ الجهاوي، الا لك الاستاذ ديالك كيعطيكم الامتحانات على شكل جهويات فهذه كتختلف، هذيك احسن حاجه الصراحه. فاغلبيه ديال الاسئده ما كيستعملوش جهويات في الامتحانات بحكم انهم خصهم يخدموا كثر، فالله يديهم شي اسئده كيف ما قلت لكم راه كيعكزوا على الخدمه وبزاف الحاجات، فكيبقاو عندكم امتحانات عاديين، وامتحانات العاديين راه لها علاقه مع الجهاوي. اذا ملي تكونوا كتحفظوا امتحان عادي نساو انكم ديك الحفاظه راه تخليوها للجهاوي. بداو تلخصوا اي درس قريتوه باش تحيدو عليكم، خصصوا ليه واحد الدفتر، وراني ديجا حطيت الطريقه الصحيحه للتلخيص، خصكم تعرفوا كيفاش تلخصوا. نساو علينا دوك الملخصات ديال جوجل وديال الكتوبه، حيت راه خصكم تعلموا تلخصوا براسكم، يعني خصكم تعلموا كيفاش تلخصوا الدرس ديالكم بوحدكم، ديروا التلخيص ديالكم الشخصي، ما تحفظوش من التلخيص ديال شي واحد اخر. يعني خذوا الدرس، خذوا التلخيص ديال يوتيوب، خذوا التلخيص من جوجل، هذاك الشيء كامل كتحطوه حداكم وكتعاودوا تكتبوا التلخيص ديالكم بوحديتكم، يعني تهزوا من هنا ومن هنا ومن هنا، كيكون التلخيص جامع لكل شيء. التلخيص انت درتيه راه كلما انت درتي التلخيص ديالك كلما عقلك كيعقل عليك اكثر. تيقوني هذه الطريقه هذه راه ماشي غير مضمونه وصافي، راه مضمونه واكثر. كيف ما قلت لكم الدفتر وغتبداو تلخصوا اي درس قريتوه وغتحيدوا عليكم، ما غتجي الدوره الثانيه حتى تلقاو راسكم بعدا اول حاجه عندكم دروس الدوره الاولى ها هما محطوطين حداك، ملي غتبغي تحفظ غتشد وتبدا تحفظ نيشان. فهذا هو البروغرام ديال الدوره الاولى. الدوره الاولى غتركز على المواد العلميه وغتبدا تلخص في المواد الادبيه، تربيه اسلاميه، اجتماعيات، والعربيه صراحه اللي ما كتحتاجش منكم شي حاجه حيت العربيه هي اسهل ماده في المواد الجهوي. غادي نجيو للدوره الثانيه، واللي صراحه الدوره الثانيه غتطلب منكم خدمه اكثر بزاف، خصكم تخدموا 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 في الدوره الثانيه، حيتاش غيكون عندكم مواد مهمه بزاف في الماط والفيزيك واس في تي، خصوصا السيونس مات غيكون عندكم دروس اللي الا غفلتوا عليهم غير شويه راه مشيتوا فيها، دروس مترابطه وشي كيكمل شي، ودروس معقده وطويله وصعيبه، يعني الدروس خصها الخدمه. حتى بالنسبه للسيونس اكس نفس الحاجه، بموازات مع هادشي كامل ديال الصعوبه ديال المواد العلميه اللي غادي تطلع غتلقاو المواد الادبيه حتى هي اللي غتبدا تعقد. كيفاش المواد الادبيه غتعقد؟ اي المواد الادبيه كتعقد، فكيجيوكم الدروس الاكثر صعوبه في الاجتماعيات وكيتحطوا لكم في الدوره الثانيه، كتجيكم المقاطع اللي صعيبه في سوره يوسف وفوقاش تقراوها في الدوره الثانيه حتى هي. اذا اول حاجه الا ما كنتوش لخصتوا في الدوره الاولى فكتلقاو راسكم مضغوطين اكثر. كتجي الدوره الثانيه كيف ما قلت لكم كتطلب منكم خدمه اكثر، فخصكم انكم بعد اول حاجه الدروس العلميه ما يتراكموش، تخدموا دي زيكزيرسيس في اي درس قريتوه، وهنا غتبداو توجدوا راسكم للجهاوي. يعني دوك المواد العلميه ما تنساوهمش، ولكن غتبداو تهيئوا راسكم للجهاوي، غتبداو تقلبوا على جهويات وتجمعوهم، يعني باش ملي تبداو تبريباريو غتلقاو الجهويات حداكم غتعطيو الخدمه، غتعطيو لاطاك للخدمه اكثر. بالنسبه لكيفاش غادي تهيئ راسك للجهاوي، هو انه اول حاجه تعرف الدروس اللي عندك، تبقى تكتبهم في ورقه، واي درس ديال الاجتماعيات ولا التربيه الاسلاميه قريته في الدوره الثانيه خصو يتحفظ ويتشد مزيان، باش في الاخر ديال البريباراسيون يلاه كتركزوا مع دوك الدروس الاولى اللي كتلقاوهم تنساو كاملين، ولكن غير كترجعوا لدوك ملخصات راه دغيا كتذكروا داكشي وكتذكروا الاحداث. ديما الدروس الاجتماعيات حفظوهم على شكل احداث ماشي على شكل درس. عارفه قلت لكم بزاف الحاجات وانا كنت لفتكم، ولكن المهم المختصر المفيد من هادشي كامل، الدوره الثانيه هي الدوره اللي خصكم تعطيو فيها اكثر وتخدموا اكثر. يعني الدوره الاولى حاولوا ما ترهقوش راسكم بزاف، ما تبقاوش تخموا في الجهاوي بزاف، راه والله ماشي حاجه صعيبه. حاولوا المنهجيه ضبطوها، المنهجيه ثم المنهجيه راه هي الطريقه اللي غتخليك تجيب نقطه في الجهاوي، اما انك تحفظ 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 وما تعرفش المنهجيه راه غادي تمشي وغتلقى واحد السؤال ما غتعرفش نهائيا كيفاش تقدر تجاوب عليه، فالمنهجيه خصكم تكونوا ضابطينها مزيان.
لا انا كلشي ملت لكم كلشي، انا كنحاول نهضر على كلشي وما نخلي حتى نقطه، واي واكيد اي حاجه راني نسيتها راه هي كنزيدها في تيك توك، يا كنزيدها في الكومنتيرات يا صندوق الوصف، وان شاء الله نفيدكم وتجيبوا كاملين بكم نقط عاليه. كيف ما قلت لكم راه والله اولى باك ماشي حاجه صعيبه، خصك غير تعرف كيفاش تخدم وتخدم بذكاء، وتعرف كيفاش تخدم المنهجيه ديال كل ماده بوحدها، والاسئله تعرف كيفاش تجاوب عليهم، وان شاء الله غتجيب نقط طالعين باذن الله، وغتفرح بهم والديك وتفرح بهم حتى انت، وتسهل عليك الباك.